أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى ما ظننتم أن يخرجوا، هل في ذلك دلالة على ضعف المسلمين وعلى قوة اليهود؟ فيفهم من ذلك أنه في حال ضعف المسلمين وقوة الكافرين لا يسقط جهاد الدفع بأي حال من الأحوال، قياسا بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. هذا فهم بعيد، هذا فهم بعيد. ما ظننتم أن يخرجوا بسبب حصونهم وعدم الوصول إليهم من وراء الحصون، استبعاد من المسلمين أنهم يظهرون بهم وهم متحصنون في الحصون، ما هو بأن المسلمين ضعاف، لكن لأن السبب الذي مع اليهود قوي، وأن السلاح والمجاهدون لا ينفذون إليهم داخل الحصون. نعم.